السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل يا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ اسمح لي أربعة. تفضل. السؤال الأول، بالنسبة لخطبة الجمعة، هل تصح بأقل من 40 شخصا؟ هل تصل الجمعة ولا ظهرا؟ وأيضا إذا حضر الخطبة أقل من 40 شخص وأثناء إقامة الصلاة أتوا أشخاص يعني فأكملوا 40 شخصا، هل تصل الجمعة ولا ظهرا؟ لأن الخطبة كانت أقل من 40. طيب. السؤال الثاني، هل مقولة الزواج نص الدين أو أريد أن أكمل نص الدين، هل هذه صحيحة شرعية يعني؟ طيب. يقصد ذلك الزواج. السؤال الثالث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وأيضا ورد حديث عن شارب الخمر أنه لم تقبل صلاة 40 يوم. بالنسبة للأربعين، هل يعني هذا ما عليه صلاة أم ماذا؟ هذا الشخص. طيب. السؤال الرابع، ما حكم التعوذ من الحر بقول أعوذ بالله من الحر؟ وأيضا أسمع بعض الناس يقول ما شاء الله اليوم حر، ما حكم ذلك؟ يعني يقول بالمشيئة ما شاء الله اليوم حر. طيب طيب. أشكر، بارك الله فيك. حياك الله يا علي. عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ عندي أربع أسئلة. تفضل. السؤال الأول، سمعت من أحد العلماء أن المؤمن يحقق التوحيد بفعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات وبعض المباحات. عبد الله، عبد الله، الله يرضى عليك، لو شوي شوي، لا تستعجل علي، الله يرضى عليك، أنا قاعد أكتب، أنت أسئلتك دائما سريعة ما يصلح، فشوي شوي أعطيني، أنت قاعد تقرأ وأنا قاعد أكتب. أعد السؤال لو سمحت. سؤال. يلا. السؤال الأول، سمعت أن المسلم يحقق التوحيد بفعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات وبعض المباحات، ولكن كيف نجمع هذا مع حديث كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون؟ خلاص أصبر شوي يا عبد الله، خلنا نكتب. طيب. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، من المعلوم أن الأنبياء حققوا التوحيد، ولكن النبي آدم فعل المعصية وأكل من الشجرة، فهل من فعل ذنب ثم تاب يستطيع تحقيق التوحيد؟ طيب السؤال الثالث، هل نضع الكفين بعد مرة على الصدر بعد الرفع من الركوع؟ أنت سألت هذا السؤال أمس؟ لكن شيخ نسيت الجواب، ما أدري، ما حصلت الجواب في الحلقة كاملة. ما استمعت إلى الجواب؟ ما موجود الجواب، يمكن أنت نسيته، ما أدري. لا أنت سألت ورحت، يعني ما جلست على الحلقة ولا كيف؟ لا سألته وسمعت الحلقة، ما أنت جاوبت بس على سؤالين من أصل 4000، ما أدري نسيته أنت يمكن. طيب نضع الكفين على الصدر؟ بين السر والصدر. لا جاوبت عليه يا عبد الله، جاوبت عليه بس أنت الظاهر ما انتبهت. طيب أعيد لك الجواب إن شاء الله. السؤال الرابع، إذا نسيت الركن وبطلت الركعة، هل أرجع إلى الركن نفسه ولا الركن الذي يليه؟ إذا نسيت إيش؟ إذا نسيت ركن من أركان الصلاة ورجعت هل أرجع لنفس الركن ولا الركن الذي يليه؟ ما يصلح يا عبد الله، الله يرضى عليك، أنت سألت هذه الأسئلة كلها وجيت تعيدها مرة ثانية، وأمس أو قبل أمس. اضبط الأسئلة يا عبد الله وانتبه للحلقة، بارك الله فيك، يعني العهد قريب، أنا مجاوب عليك أمس أو قبل أمس، ما يصلح. السؤال الثالث والرابع أنا مجاوب متأكد عليه، بارك الله فيك، وإذا ما هذا ارجع لمرايا وتشوف الحلقة، بارك الله فيك. شكرا لك يا عبد الله. تفضل يا أحمد. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله.
عارفين شيخنا، بس اظني الحلقه يوم الخميس. انت قلت السؤالين بعدين، انت قلت برحلها يوم الخميس اللي هو يقصدها عبد الله. اي سؤالين؟ اللي تو طراهم انت رحلتهم يوم الحلقه يوم الخميس، يمكن هو ما شاف الحلقه. انت متاكد يا احمد؟ اظني اذا انا مو غلطان. لا 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 بجاوب. طيب ايش عندك يا احمد اليوم؟ تفضل. ايوه السؤال الاول شيخنا، فيديو ست فيديو عن اللي مال الجلوس، ولا لما انت تركع يعني تركع تقول تقوم منها تقول سمع الله لمن حمده، ولا لما تسجد تقول الله اكبر راسك يلمس الارض. يقول اللي شفت الفيديو وربيهم طرش علي، يقول يا وانا لازم تسجد سجدين سهو. اذا انت سجدت وقلت الله اكبر يعني انت غلط، يعني قلت التكبير في السجود. في السجود يعني ما لحقت بين السجدتين، لا لمس راسك الارض، تروح تسجد سجدتين سهو. شال ايوه اذا ما سجدت وانا ما ينحسب. طيب شيخنا انت من امس انا شايف لك حلقه انت تتكلم عن المقام، بس انا بقى عندي سؤال، يعني شو الفرق بين اركز يعني كيف اعرف الفرق بين المقام والتجويد؟ اني ما اعرف انا الصراحه المقام، اول مره اسمع فيها. المقامات يعني القراءه بالمقامات؟ ايوه القراءه في المقامات والتجويد ان شاء الله. شكرا شيخنا. مرحبا احمد. اهلا محمد. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام. الله يعطيك العافية شيخ. عندي أربع أسئلة راح أسألكم إياها على السريع إن شاء الله. يلا بسم الله. الشيخ بالنسبة في قرابة لإلي عندهم بنت متجوزة وتعمل خلع يعني من زوجها لأسباب كثيرة، يعني إنسان جدا سيء معها. فالبنت صلى تقريبا حامل صلى 3 أسابيع، فهي بدأت تعمل خلع، ففي ناس يعني حكوا لهم إنه ما بتصير تعمل خلع ما دام هي حامل، هل هذا الكلام صحيح؟ وهي حامل ها؟ اي صلى 3 أسابيع تقريبا حامل. طيب والسؤال الثاني، هل يجوز لها ان تجهض الولد يعني تنزل الولد؟ ان شاء الله يا محمد. في سؤال شيخ، انا دائما كنت دائما بالتحيات بالتشهد الاول او التشهد الاخير كنت دائما اقول التحيات لله والصلوات الطيبات، ما كنت اقول والطيبات، الصلوات الطيبات. ما كنت اعرف انه صراحه انه في حرف واو يعني بالموضوع، هل صلاتي صحيحه صلواتي صحيحه؟ حتى عرفت تأكدت من المعلومة، جزاك الله خير. وفي السؤال الثالث الشيخ بالنسبة لموضوع صلاة الوتر، يعني أنا أحيانا يعني يروح عني قيام الليل، فأصلي ركعة وتر مثلا على الساعة 4 الصبح بأذن 4:30 مثلا بصلي ركعة، هل تعتبر ركعة الوتر هاي من قيام الليل؟ متى تصليها؟ يعني مثلا بأذن الصبح الساعة 4:30 الشيخ، تمام، فأنا بصليها الساعة 4 الصبح. تصلي الوتر 4 والأذان 4:30 ها؟ 4:30 تقريبا، 4:15 يعني على حسب يعني امتى بصلي، يعني عرفت علي شيخ؟ طيب فبصلي ركعة واحدة، هل تعتبر من قيام الليل او هي بس ركعة وتر؟ شغال. السؤال الاخير شيخ، دائما يعني بالدعاء الحمد لله فضل الله بصلي على النبي بالاول، عفوا بثني على الله، بعدين بصلي على النبي، بعدين بدعي لنفسي ولاهلي ولاصحابي للناس اجمعين، وبختم الصلاة بالصلاة على النبي، عفوا الدعاء بالصلاة على النبي، هي خارج الصلاة. بختم الدعاء بالصلاة على النبي، أقول اللهم آمين والحمد لله رب العالمين قبل الصلاة على النبي بآخر شيء ولا بعد الصلاة على النبي؟ إن شاء الله يا محمد. جزاك الله خير، الله يعطيك العافية. مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع وأسأل الله تعالى التوفيق للجميع، كل جميع من يشاهدني. بالنسبة للأخت أم الأخت، نعم عندي بقي عندي أمس سؤال الأخت أم محمد من الشارقة، طبعا أم سالم من العين أجبنا، محمد من الشارقة تقول بأنها عندها مشكلة، طبعا ذكرت مشكلتها بشكل واسع وكذا، وقالت بأن زوجها طلقها، والسبب أن زوجتها الأولى ما رضيت بها، وتقول أنا يعني حامل الآن مرتين وكذا، وذكرت بأنه يعني صار عندي وفاة وشيء من هذا القبيل. وأنا ذكرت للأخت محمد قلت هذه المشكلة تحلها المحكمة، لكن هي طلبت يعني نصيحة فيما يتعلق بمسألة يعني الذي حصل بينها وبين زوجها. أخت محمد بارك الله فيك، مثل ما قلت لك يعني أنت أمام مشكلة ما تحل بالفتوى وإنما تحل بالمحكمة، ولذلك تلجئين إلى المحكمة الشرعية وتقدمين يعني كل المستندات والأمور التي أنت الآن تعتقدين بأنك تضررت من زوجك، أكون هو تزوجك يعني الزواج بشكل طبيعي وشرعي ولا في أي مشكلة، إلا أن الزوج أرضى زوجته الأولى بورقة طلاق كما ذكرتي بالأمس وأنت حامل بتوأم وشيء من هذا القبيل، هذا تحلها المحكمة أختي الفاضل، وأعتقد بأنك إن شاء الله
ستأخذين حقك كامل موفور غير ناقص. هذا الأمر الأول. أما مسألة التذكير وهذا لا شك بأن الإنسان يجب عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله. وأنا سبق لي حقيقة جواب حول يعني تعدد بعض الأشخاص، يعني يتزوجون ويعددون لكن غير قادرين على فتح بيت ثاني، إما من الناحية المادية الاقتصادية أو من الناحية العاطفية الشعورية مع الزوجة الأولى. فكيف الآن يظلم بنت الناس وتزوجها وبعدين يطلقها بسهولة جدا بناء والله على طلب الزوجة الأولى؟ هذا لا يجوز وحرام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تطلب طلاق ضرتها لتكفأ ما في صحفتها. نهى النبي عليه الصلاة والسلام المرأة أن تطلب طلاق امرأة يعني ضرتها اللي هي الزوجة، سواء كانت الثانية هي اللي تطلب أو الأولى هي اللي تطلب، لتكفأ ما في صحفتها. هذا محرم ولا يجوز. ولهذا بالنسبة لهذا الرجل لا شك بأنه إذا كان ما في مشكلة أصلا بينك وبينه وإنما هكذا لإرضاء الزوج الأولى فقد شاركها في الإثم. المرأة ما دام قالت ما أقبل إلا أطلق الزوج الثاني وما في سبب أثمت، وهو أيضا شاركها في الإثم. ولذلك أنا دائما أقول على الإنسان الذي عنده رغبة في الزواج أن يكون مستعد للزواج. ليست المسألة والله تقليدا للآخرين، شاف صديقه ولا شيء تزوج راح يتزوج، ولا والله جت فكرة هو جالس هكذا في رأسه وقال خلاص أنا بكرة بتزوج، ما يصلح. الله عز وجل يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ولذلك هذه المرأة طيب ما ذنبها الآن تطلق هكذا بكل سهولة وبكل يعني عدم مبالاة، خاصة وأن المرأة تقول بأن حامل بتوأم. عموم من أخت الفاضلة، زوجك لابد أن يراجع نفسه وأن يراجع حساباته وأن يعلم بأن هناك حساب وأنه سيقف بين يدي الله عز وجل وسيسأله الله سبحانه وتعالى. والله ما تنفع لا زوجة ولا والد ولا أم ولا ولد، ما ينفع العمل الصالح بعد رحمة الله عز وجل. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. بعض الأزواج يقول يا أخي أنا والله أنا ما أبغى أهدم بيتي، أنا عندي عيال من زوجي. طيب من الذي يعني دفعك حتى تتزوج وانت عارف بأن أم العيال ما ترضى مثلا وعندها استعداد تخرب البيت وتهدم البيت إذا علمت أنك تزوجتي؟ هذا ما جنت بما جنته يداك. ما دام أنك تعرف هذا الشيء وتعرف بأن زواجك سيظهر للعلن مهما أخفيت وبيجيك عيال، كيف تقدم على مثل هذا العمل وبعدين تقول والله أنا ما أبغى أهدم بيتي؟ كيف؟ احنا انت لابد ان تكون انسان واقعي، ولازم تكون انسان لك نظر مآلي وتعرف النهايات. عموما اخت الفاضل بارك الله فيك، الجئ الى المحكمه وصلى الله تعالى ان ييسر امرك. علي من عمان يسال يقول بالنسبه لخطبه الجمعه اذا كان العدد اقل من 40 هل تنعقد الجمعه بهم؟ واذا كان مثلا حضر 38 وبعدين حضر شخصان مثلا هل يكتمل؟ يا علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للجمعة بإجماع العلماء على أنها لا بد من عدد، هذا بإجماع العلماء، واختلف العلماء في العدد كم. ففريق من أهل العلم وهما مذهبان فقهيان مشهوران قالوا بـ40، ويستدل لذلك بحديث لا تدل، أحاديث ضعيفة وأحاديث صحيحة لكن لا تدل على المقصود، لا تدل على أنه هو المراد. وفي فريق آخر من أهل العلم ذهبوا إلى أن الجمعة لا تنعقد إلا باثني عشر رجلا، ويستدل لذلك في قول الله تعالى وتركوك قائمة، قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يخطب على المنبر وجاءت قافلة عثمان فخرج كثير من الصحابة وبقي 12 رجلا فأكمل بهم النبي عليه الصلاة والسلام. هذا قول، وهذا يعني لا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعني أراد هذا. القول الثالث وهو الصواب أن الجمعة تنعقد بأقل ما يطلق عليه جمع. أقل ما يطلق عليه جمع كم؟ اختلف علماء الأصول، فمنهم من قال 3 ومنهم من قال 2. فإذا حضر 3 انعقدت الجمعة الحمد لله، وما نحتاج إلى بقية السؤال اللي ذكرته يا علي بارك الله، ما دام أنه مستوطنين في بلد ومستقرين
حضر ثلاثة فأكثر جمعة، بل بعض العلماء يقول اثنان فأكثر، ويستدلون على أن أقل الجمع اثنان. ومن ذلك في كتاب الله عز وجل يقول ففهمناها سليمان وكلا آتينا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكمة وعلما، لما ذكر قصة سليمان وداود إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، مع أنهم اثنين ففهمناها سليمان، قالوا أقل الجمع اثنان. عموما الغالب عند أهل العلم من أهل التحقيق أنهم ثلاثة فأكثر، فأربعين كثير يا علي وثلاثين كثير ما دام أن هناك استقرار يعني في البلد. علي من عمان يسأل يقول بالنسبة لمقولة نصف الزواج نصف الدين هل هي صحيحة؟ علي بارك الله فيك، نعم هذا لها أصل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن من تزوج فقد أكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر، في النصف الثاني أو في النصف الآخر، فهذا لها أصل نعم مشروع على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. علي من عمان يسأل عن حديثين، الحديث الأول من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، وكذلك من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، يقول هل المقصود أنه لا يصلي؟ علي الجواب لا، وإنما المقصود أنه يجب عليه أن يصلي وأن يواظب على الصلوات، لكن يذهب عليه أجر الصلاة وثواب الصلاة. فمن أتى عرافا فسأله، أتى عراف فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوم، بمعنى عدم قبول الثواب والأجر. أما الصلاة فنعم، ولو أنه ترك الصلاة فقد أتى بباب عظيم من أبواب الإثم. يعني لو الآن هذا الذي ذهب إلى عراف فسأله أو ثم ترك الصلاة هذه المدة أتى باب عظيم من أبواب الإثم، فلذلك يجب عليه أن يصلي وأن يستغفر الله وأن يتوب إلى الله حتى ترجع إليه هذه الأجور وهذه الحسنات، وكذلك شارب الخمر. علي من عمان يسأل يقول ما حكم قول أعوذ بالله من الحر، وبعض الناس يقول ما شاء الله اليوم حر. علي بارك الله فيك، فيما يظهر لي والله أعلم أن هذه الجمل التي ذكرتها لا حرج فيها، فيجوز الإنسان أن يستعيذ بالله تعالى من الحر، يقول أعوذ بالله من الحر مثلا، أو أعوذ بالله من شدة البرد أو من شدة الحر، يجوز أعوذ بالله من، يعني يجوز للمسلم أن يستعيذ بالله تعالى باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته من بعض مخلوقاته مما يتأذى منها مثلا، مما يتأذى منه، فهذا مشروع، هذا مشروع. حتى أنك أن تستطيع أن تقول أعوذ بالله يا فلان منك، أعوذ بالله من شرك، أعوذ بالله من كيدك مثلا، وكذلك بقية المخلوقات مثلا، مثل الريح ومثل أعوذ بالله من هذه الريح مثلا، أو تقول اللهم نسألك من خيرها وأعوذ بك من شرها، كذلك قول الشخص ما شاء الله اليوم حر، يعني من باب الإخبار، ما في شيء، هذه فيما يظهر لأنه لا شيء فيها. عبد الله من عجمان يقول إني سمعت أحد العلماء يقول بأن تحقيق التوحيد يكون بفعل الواجبات والمستحبات وبترك المحرمات والمكروهات، يقول كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. عبد الله بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لي يعني تحقيق التوحيد الكامل، بمعنى أن التوحيد شعب، والتوحيد ليس شيئا واحدا، إذا زال بعضه زال كله، أو إذا بقي بعضه بقي كله، لا، وإنما يتفاوت الناس في توحيد الله وفي الإيمان به سبحانه وتعالى. فمن الناس من توحيده عظيم مثل توحيد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن الناس من توحيده دون ذلك، ومن الناس من توحيده ضعيف، عنده توحيد لكن ضعيف، مثل ما قال ابن مسعود، وهذا من باب هضم حق نفسي، ما منا إلا، لما ذكر مسألة التطير والتشاؤم يقول ما منا إلا، فيدفعه الله بالتوكل، يدفعه الله بالتوكل، يشير إلى أن من الناس من قد يطرأ عليه مثل هذا الأمر. لذلك ما ذكرت بارك الله فيك من أن يعني كمال التوحيد هو أن يأتي الإنسان بكل ما أمر الله تعالى به وبكل ما أرشد الله إليه وأرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام من فعل الواجبات والفرائض والمستحبات والمندوبات وترك المحرمات والمكروهات
هذا لا شك بأنه مستكمل للتوحيد. فعندنا كمال التوحيد. وأما من وقع في شيء من هذا فقد ذهب من إيمانه ومن توحيده على قدر هذا الذنب. وقضية إن الناس لابد أن يكونوا على وتيرة واحدة وعلى طريقة واحدة في مسائل الإيمان والتوحيد، هذه ما حصلت للصحابة يا عبد الله. الصحابة ما حصلت لهم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما شكى له طلحة الأسيدي أظن، قال يا رسول الله نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار كأنها رأي عين، حتى إذا عافسنا الضيعات والزوجات والأموال نسينا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام والله لو تدومون على ما تكونون به عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن ساعة وساعة. وهذا معنى اللي يقوله العلماء، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأحيانا قد يكون الذنب هذا سبب من أسباب زيادة الإيمان ها وقوته بعد التوبة، ها بحيث يكون عند يعني الإنسان يجتبيه ربه سبحانه وتعالى. وهذا أظن ما سألت عنه في مسألة آدم عليه السلام. فلذلك أهم شيء أن المؤمن يعلم بأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن المؤمن مطالب بأن يحرص على أن يكون يعني يحصل على الإيمان الكامل. لكن هل هذا بالإمكان؟ هذا غير ممكن. ولذلك الإنسان في هذه الدنيا ما بين زيادة في الإيمان وضعف في الإيمان، لكن أهم شيء إذا ضعف إيمانه ألا يستسلم لذلك. بارك الله فيك. عبد الله من عجمان يسأل يقول فهل الأنبياء حققوا التوحيد؟ وبالنسبة لآدم عليه السلام لما أكل من الشجرة ثم تاب الله عليه. يا عبد الله بارك الله فيك، يعني هذا السؤال يندرج فيما ذكرت قبل قليل. أولا بالنسبة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نعم حققوا التوحيد، ولذلك الله عز وجل اصطفاهم واختارهم لرسالته ولتبليغ دينه ولتعليم الناس توحيد الله سبحانه وتعالى. لذلك قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما يقول جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وتلحظ بأن الأنبياء كلهم أول يعني مفتاح دعوتهم يا قوم اعبدوا الله، يا قوم اعبدوا الله. يقول ابن عباس اعبدوا في القرآن وحدوا، هذه دعوة الأنبياء. ولذلك ما يمكن أن نتصور أن نبي يدعو الناس إلى التوحيد وإلى كمال التوحيد وهو فاقد هذا الشيء، ما يمكن، يعني فاقد يعني كمال التوحيد. فالأنبياء من أكمل الناس توحيد وإيمان لله سبحانه وتعالى. لكن هذا ما يتعلق بقصة آدم. آدم عليه السلام أكل من الشجرة وهو في العالم العلوي، يعني في مع بداية خلقه. وتوبة آدم من أكل الشجرة جعلت حاله بعد التوبة أفضل من حاله قبل التوبة، بدليل أن الله جل وعلا قال ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فهذه رتبة الاجتباء رتبة عظيمة، اجتبى الله جل وعلا آدم واصطفاه وتاب عليه وهداه. ولهذا قال العلماء من أهل التحقيق بأن حال آدم بعد التوبة أفضل من حاله قبل التوبة. وهذه مسألة يا عبد الله ما ودنا نخوض فيها لأن الكلام فيها طويل، يعني هل تجوز الذنوب على الأنبياء؟ المسألة طويلة، منهم من يقول يقسمون قبل البعثة وبعد البعثة، ومنهم من يقول بأن الكبائر لا تجوز عليهم والصغائر قد يقعون فيها لكن لا يصرون عليها. وهذا لأجل بيان بشرية الأنبياء وأن ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء. بارك الله فيك. عبد الله طبعا سأل عن وضع الكفين على الصدر بعد الركوع. والله أنا ما أدري، أنا أذكر أنني أجبت عبد الله، لكن عموما ما يمنع أني أعيد الجواب. يا عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لوضع اليدين على الصدر وأنا أجيبك، أتخيل أني أنا جبت ونزلت إيدي بهالطريقة وشغلة، لكن عموما يا عبد الله يعني نزولا عند رغبتك وتكريما لك لأنك واضح طالب علم وتحرص على التواصل مع البرنامج.
بالنسبة لوضع اليدين على الصدر، هذه سنة في قول جماهير أهل العلم، خالف في ذلك بعض الفقهاء في بعض المذاهب. وضع اليدين بعد الرفع من الركوع الجمهور على أنها تسدل. مذهب من المذاهب الفقهية قال بوضع اليدين على الصدر، ويذكرون قاعدة في هذا أن وضع اليدين على الصدر في كل قيام في الصلاة، وهذه رواية عن إمام المذهب، ويستدل لذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنه الذي يفهم منه وليس هو نص ظاهر، يفهم منه على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على الصدر بعد الرفع من الركوع. وأذكر أنني أنا لما أجبت نبهت أنه هذا ما ينكر على الإنسان في هذا الأمر، بمعنى أن الإنسان إذا مثلا رأى شخص ما يضع يديه ما تنكر عليه يعني بعد الركوع، أو شخص يضع يديه ما تنكر عليه إذا أنت ترى عدم سنية ذلك. حتى في القيام في الصلاة، يعني في قراءة الفاتحة الآن، في مذهب من المذاهب الفقهية المعتمد عندهم إسدال اليدين، ما ننكر عليهم. لماذا؟ هذا مذهب وقول، ويدخل هذا ضمن الخلاف السائغ. بارك الله فيك. عبد الله أيضا من عجمان سأل وأنا أجبت على سؤاله، لكن لا بأس بأنني أعيد. يسأل يقول إذا الشخص مثلا نسي ركنا في الصلاة وما تذكره إلا في الركعة الثانية، يقول كيف يعني العودة إليه وكيف كذا؟ يا عبد الله، وأنا أذكر أنني أجبت ومصر على هذا لكن أعيده، من نسي ركنا في الصلاة مثلا، أفترض الآن أنت في الركعة الرابعة نسيت أنك في الركعة الأولى ما ركعت، أو أنك ما سجدت مثلا، فإن الركعة الأولى سقطت وقامت الثانية مقام الأولى، والثالثة مقام الثانية، والرابعة اللي أنت فيها تذكرت مقام الثالثة، يلزمك الآن أن تقوم بعدما تنتهي من سجدتين وتأتي بركعة كاملة وتتشهد وتصلي. هذه المسألة الأولى. الصورة الثانية، شخص في الركعة الأولى نسي سجدة من سجدات الصلاة، نسي سجدة من سجدات الصلاة، يعني سجد سجدة واحدة ثم قام، في الركعة الثانية تذكر، يقال أين تذكر، أين يعني متى تذكرت؟ فإذا قال أنا تذكرت وأنا قائم، ها، يلزمه أن يرجع ويأتي بالسجدة الثانية ثم يكمل صلاة. قال لا، أنا تذكرت بعدما ركعت ورفعت من الركوع، نقول يلزمك أن ترجع وتأتي بالسجدة الثانية ثم تكمل صلاتك. إذا قال لا، أنا تذكرت لما سجدت سقطت الركعة الأولى وقامت الثانية مقام الركعة الأولى. بارك الله فيك. أحمد بن الفجيري يقول رأيت يعني جواب، يقول بأن الشخص الذي يكبر عندما يضع رأسه ساجدا أنه يسجد للسهو، يقول هل هذا الكلام صحيح؟ يا أحمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للتكبيرات الانتقالية هذه سنة عند جماهير أهل العلم، واجبة عند مذهب من المذاهب الفقهية، وهذا من مفردات المذهب على أنها واجبة. والتفريق هذا له أثر، الخلاف هذا له أثر، بمعنى أن الجمهور يقولون بأن من كبر في محل غير الركن صلاة صحيحة ولا يحتاج إلى سجود سهو. مثلا أنت ذكرت الآن مصلي لما وضع رأسه على الأرض كبر ساجدا، قالوا ما عليه شيء وترك السنة، قالوا ترك السنة لأن التكبير الانتقالية بين الركنين. المذهب الآخر الذي يرى وجوب التكبير، أن التكبيرات الانتقالية واجبة، قالوا بأنه تبطل صلاته إذا كان متعمدا. قالوا إذا وضع رأسه على الأرض ثم كبر، يعني جعل التكبير لما وضع رأسه على الأرض، قالوا بطل الصلاة. لماذا؟ لأنهم عندهم قاعدة بأن هذا الذكر أتى به في غير محله وتعمد ذلك. أما إذا كان نسيانا، نسي وذهل وغفل وأخطأ، قالوا يسجد للسهو، قالوا يسجد للسهو. طبعا الراجح من أقوال أهل العلم أن الصلاة لا تبطل، الصلاة لا تبطل، لكن ممكن أن يقال على المذهب الثاني إذا هو أخطأ أن يأتي بسجود السهو. بارك الله فيك. تفضل يا أمة الله. السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله بخير الشيخ. أهلا وسهلا. البرنامج العظيم. الشيخ عندي سؤال. نعم. أنا أريد أن أذهب إلى بلدي، لكن زوجي لا يريد أن أذهب. نعم. لكن هو ما يتذهب منذ 30 سنة. من كم؟ 30 سنة. من 30 سنة. أنا أريد أن أذهب إلى بلدي، وأنا أرى الشاطئ الراحب أخواني خواتي، وهو لا يريد أن يذهب إلى بلدنا. إذا ذهبت أنا وحدي هل أثم؟ أنت تذهبين زيارة؟ نعم زيارة. إن شاء الله. كم عمرك أنت؟ 71 و 84. نعم. طيب. وأنا ذهب منذ 30 سنة. ما عندك محرم؟ نعم عندي أخواتي خواتي. لا في فرنسا. لفني عندي الأسرة في بلدي. في فرنسا ما عندك أحد يذهب بك غير زوجك من المحارم؟ نعم كاين أولادي سيذهبوا معي، لكن لا يريدني أن أذهب. طيب أبشر يا أمة الله. نعم. إن شاء الله تسمعين الجواب. عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا عندي 4 سنين. تفضل أخوي. الله يسلمك. بالنسبة صلاة العيد إذا ما أقدر أروح للجامع لعذر يعني نوم أو مرض، هل أقدر أصليها بالبيت جماعة مع أهلي مثلا بالتسعة بالعشرة بالدعش لحين ما يتجمعون؟ إن شاء الله. وبالنسبة صلاة الجنازة عندنا هنا بالتركية يرفعون يديهم بس بالتكبيرة الأولى، بقية التكبيرات ما يرفعون يديهم. فأني بالنسبة احنا متعلمين نرفع يدينا بالـ4 تكبيرات. نعم. فما ارفعها تجنبا للإحراج، يعني بس أنا بيناتهم ارفع يدي، فهل يجوز؟ طيب يا شيخنا بالنسبة للركعة الثانية لما أقوم إلى الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة ما أقول بسم الله الرحمن الرحيم، مباشرة أقول الحمد لله رب العالمين وأكمل الفاتحة. سمعت من عندك أنه بسم الله الرحمن الرحيم مو آية مفصولة عن الفاتحة. نعم إن شاء الله. فما أقولها يعني مباشرة أقول الحمد لله رب العالمين وأستمر. طيب شيخنا بالنسبة لي سألت سؤال قبل يومين عذرا يعني على السيدة مريم، قلت قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني لو كان فاجرا أقصد، لو كان فاجرا يعني ما تعوذ منه، هذا الأقصد. أي طيب إن شاء الله يا عبد الله. جزاك الله خير، شكرا جزيلا. مرح. وبارك الله بكم. مرحبا. آية. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول شيخ، ما حكم من يقول أنا ابنتي لا تدرس في الاختلاط لكن يترك ابنه يدرس في الاختلاط؟ يا آية نعم. بارك الله فيك، الصوت غير واضح، بارك الله فيك، وبعدين اسألي بهدوء. ما هو سؤالك؟ شيخ قلت لك يعني نعم تفضل. قلت لك يا شيخ ما حكم من يدرس من يقول أن ابنتي لا تدرس في الاختلاط أيوة لكن يترك ابنه يدرس في الاختلاط، ونحن نعلم يعني أن الاختلاط حرام ومحرم، لكن هو يقول أن البنت هي من كسرت القاعدة، هي نظام، هي عفوا يا شيخ، هي كيف أقول يعني نسيت السؤال، يعني يقول أن المرأة هي من كسرت القاعدة، عليهم القرار في البيت. أما بالنسبة للطفل فيعمل ما يشاء، هو رجل وهو حر فيما يعمل. طيب نعم. سؤالي الثاني يا شيخ، هل هنا أنا يعني رأيت هنا فيديو يقول أنه يمكن القراءة على الماء، مثلا نقرأ سورة الفاتحة بالنسبة لشخص يعني بنية هداية شخص، مثلا أنا أقرأه بنية هداية أخي مثلا، ويقول نقرأ سورة الفاتحة ثم نعيد الآية الكريمة التي تقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني نعيدها مرات مثلا 10 أو 20 أو 30 يعني مهم نعيدها، فما حكم هذا يا شيخ؟ يعني يقرأ على الماء بهذه النية؟ نعم بنية هداية شخص ما. طيب يعني يا شيخ هل هناك
هل هناك ما هو ثابت في هذا في هذا الخطوة؟ يعني أبشري يا آية، واضح. أبشري جزاك أبشر. الله خيرا. مرحبا مرحبا. تفضل يا محمد. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. حبك الله يا شيخ. حبك الله يا أخي. شيخي أنا عندي ثلاث أسئلة تقريبا. تفضل. سؤال الأول، في أدعية مأثورة ومشهورة بخصوص تخريج الكروبات. نعم. والإنسان مثلا يلتزم فيها إذا كان أصابه غم أو هم أو حزن. لكن ما الحالات اللي هي الإنسان مثلا يكون فيها بالطريقة هاي ويلتزم الدعاء؟ مع العلم شيخ نحن أحيانا مثلا نكون مثلا الحمد لله في نعم عظيمة ونطلع نسافر ونسير ورد، فهل نحن مثلا نقول هذا الدعية هذه ونحن مثلا مسافرين حتى لو ما كان يعني يعترينا الهم نحن وعندنا مشاكل وعندنا احتياجات مثلا ندعو الله فيها، فهل نحن إذا كنا مثلا ونحن في نعم نقدر نقول الدعية هذه حتى لو ما كنا مثلا في ذاك الضيق اللي هو الشديد مثلا؟ إن شاء الله يا محمد. زين شيخ، بخصوص الاستغفار، قاعد مع أحد من الأخوة وكنا مكان عام يعني وناس وزحمة وإزعاج، فترديد الاستغفار في المواجهات هذه هل هو في يعني في حرج علينا نحن، ولا لازم الإنسان يكون في موضع ساكن وفي مكان هادئ وغيره من الأمور هذه؟ إن شاء الله يا محمد. السؤال الثالث الأخير شيخ، الورد اليومي بخصوص القرآن شيخ، إذا الإنسان ما توفر له الوقت مثلا في البيت أو في المسجد إنه يقرأ بعد الصلاة أو قبل الصلوات، فإذا كان مثلا في 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 مول مثلا أو في سوق معين يقرأ الورد اليومي عن طريق الجوال، ففي حرج في هذا الشيء يا شيخ؟ إن شاء الله يا محمد. جزاك الله خير يا شيخ، الله يرضى عليك. مرحبا مرحبا. السلام عليكم. تفضل يا أسماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يخليك يا شيخ ويسعدك ويرفع قدرك. يا شيخ الحين الوتر يعني أوقات ناخذ دوام ما بنصحى، فبصلي يعني مع العشاء، وإذا صحيت قيام وصليت قيام لازم أعيد الوتر؟ يعني لأنهم بيقولوا لازم آخر إشي تكون الصلاة فردية، فمش عارف أنا كيف يعني. يعني أنت توترين بعد العشاء؟ أيوة بوتر بعد العشاء، لأني أوقات بأخذ دواء يا شيخ ما بوعى. أوقات لا بصحى يعني، عرفت؟ إذا صحيت بأصلي القيام، بس ما بعرف يعني أرجع أعيد الوتر. إن شاء الله أسمع. ودعواتك دائما خير يا شيخ. الله يحفظنا وإياكم يا رب. طيب طيب بسم الله. أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. طيب أحمد من الفجيرة يسأل عن الفرق بين المقام والتجويد، يقول أنا استمعت إلى جواب ولم أفهم الفرق بين المقامات وبين التجويد. أحمد بارك الله فيك، يقول الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا، وترتيل القرآن يحتاج إلى يعني ترتيل القرآن حق الترتيل هو إخراج الحروف من مخارجها والاعتناء بهذا من دون مبالغة ولا غلو، وأيضا إتقان القراءة من خلال استعمال أحكام التجويد. بهذا يكون الإنسان ولله الحمد قد يعني رتل القرآن وتغنى بالقرآن. أما المقامات التي ذكرها العلماء فهذه قديمة جدا، يعني بدأت منذ وقت مبكر، وهي قراءة القرآن على المقامات الموسيقية أصلا، هذا المعنى. فهناك تعرف في مقامات للمعازف والموسيقى هم أخذوا هذه المقامات وطبقوا القرآن عليها، فلذلك العلماء هنا نهوا عن قضية استعمال المقامات في قراءة القرآن. أما التجويد لا، التجويد هو معرفة أحكام مثلا النون الساكنة والتنوين، أحكام الميم الساكنة، أحكام المدود مثلا، أحكام الصلة مثلا يعني، وهذا يعين الإنسان على قضية أن يكون الحرف يخرج من مخرجه الصحيح. محمد من الشارقة بارك الله فيه يسأل، يقول عندي يعني ناس من الأقارب عندهم بنت متزوجة وتريد الخلع، ويعني هي حامل من 3 أسابيع، قالوا بأن الخلع ما يصلح للحامل، هل هذا الكلام صحيح؟ محمد بارك الله فيك. أولا بالنسبة للمرأة الحامل يصح طلاقها ويصح الخلع مثلا، خلع الزوج لها مثلا، كل هذا جائز. بل العلماء يقولون أصرح طلاق طلاق الحامل، حتى أن العلماء في كتب الفقه لما يذكرون الطلاق يقسمونه إلى قسمين، طلاق سني وطلاق بدعي. الطلاق السني من جملة صوره أن تطلق المرأة وهي حامل،
على خلاف فهم العوام، عوام الناس الآن يقولون طلاق الحامل ما يقع، ما أدري من وين جابوا هذا، أصرح طلاق طلاق الحامل. وإذا وما جاز الطلاق في وقته جاز الخلع في وقته، كل ما جاز الطلاق في وقته وفي حالته جاز الخلع. فيجوز يا أخي الفاضل أن تخالع المرأة زوجها وهي حامل، بارك الله فيك. محمد من الشارقة يسأل يقول هل يجوز للمرأة التي تريد الخلع الآن أن تجهض الجنين؟ الجواب لا يا محمد، لا يجوز للمرأة أن تجهض الجنين ما دام أنه قد تكون ولو في أيامه الأولى، ما يجوز أن تلجأ إلى إجهاضه ولو كان هناك مشكلة. فما تدري لعل هذا الحمل يكون سبب من أسباب رجوع الزوج إليها واعتداله واستقامته واحترامه لها وتزين بينهم الحياة وتصلح بينهم العشرة، ما تدري. ولذلك هذه نعمة من نعم الله، ما يجوز للمرأة أن تباشر الإجهاض لوجود مشكلة بينها وبين زوجها. إذا كان والله هناك مرض أو شيء من الأشياء مثلا، العلماء رخصوا إذا كان في حدود 40 يوم فأقل، في حدود 40 يوم فأقل بدواء مباح، بمعنى أنه ما يترتب عليها ضرر واستشارة طبيبة أو طبيب مثلا. أما قضية إجهاض الجنين بسبب طلاق أو بسبب خلع، لا هذا ما يصلح، بارك الله فيك. محمد من الشارقة يقول أنا قديما كنت لما أقرأ التحيات أقول التحيات لله والصلوات الطيبات، يقول ما كنت آتي ب يعني والطيبات، يقول هل علي شيء؟ ما عليك شيء محمد، بارك الله فيك. وقد وردت مجموعة صياغ في الصلاة الإبراهيمية أو في التحيات عموما، يعني مجموعة كبيرة من الصياغ، فمن أتى بصيغة من الصيغ صحت ولله الحمد. وسقوط حرف مثلا لا يغير المعنى، لا حرج في ذلك، ولذلك ما سبق لا تقلق منه، ولكن احرص على أن تتتبع الأحاديث وأن تحفظ الصيغة كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. محمد من الشارقة يقول يعني بالنسبة لموضوع صلاة الوتر، يقول يعني أنا مثلا أصلي وبعدين أصلي 4 ركعات، يقول وأصلي ركعة واحدة، يعني أعتقد هذا سؤال الأخ محمد أو حول هذا الأمر. محمد بارك الله فيك، بالنسبة للوتر أولا أنا سأعطيك أحكام ألخصها لك ولكل من يشاهد. الوتر سنة مؤكدة، الوتر سنة مؤكدة، يبدأ وقت الوتر من بعد صلاة العشاء، يعني بعد السنة الراتبة، إلى أذان الفجر، إلى طلوع الفجر الذي علامته أذان الفجر. يجوز للإنسان أن يصلي الوتر في أول الليل أو في أوسط الليل أو في آخر الليل. بالنسبة للوتر هي ركعة واحدة يختم بها الإنسان صلاة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتر. فمن خشي القيام آخر الليل صلى الوتر أول الليل، من وثق من نفسه بأن يقوم آخر الليل الأفضل أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على أن يكون آخر الليل الوتر في آخر الليل. المسألة الأخرى أنه لا وتران في ليلة، فمن أوتر أول الليل ما يوتر آخر الليل، وإنما يكتفي بالوتر الأول، واضح؟ بالنسبة لأقل الوتر ركعة، أكثره صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أوتر بثلاث ركعات سردا، وأوتر بخمس ركعات سردا، وأوتر بسبع ركعات سردا، وأوتر بتسع ركعات جلس في الثامنة تشهد ثم قام وأتى بركعة التاسعة، واضح؟ أفضل شيء في قيام الليل الذي كان هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام تصلي ركعتين ركعتين، تسلم من كل ركعتين وتسلم في الركعة 11 أو الركعة 13، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام زاد على 11 ركعة، بارك الله فيك. محمد من الشارقة يقول أنا في الدعاء يعني أثني على الله أولا ثم أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وأدعو لنفسي ولمن أشاء مثلا، ثم أقول في آخر الدعاء اللهم آمين، وبعدين يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة لي الإنسان إذا دعا طيب أن يقدم بين يدي دعائه في أوله التقديس والتمجيد والتعظيم لله، ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يدعو خير الدنيا والآخرة،
وما عندنا نص على أن الدعاء يختم بالصلاة مثلا، أنت صليت في أول الدعاء يكفي، لكن لو ختمت لا حرج. وذلك من العلماء من يقول بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء تكون على ثلاثة أحوال: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء يعني بعد حمد الله والثناء عليه تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا تضمن دعائك أثناء الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتختم الدعاء أيضا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يقول بعض العلماء، يقولون هذا أفضل الأحوال. لكن لو اكتفيت بمرة واحدة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء أو وسطه أو آخره كفاك، كفاك هذا، بارك الله فيك. أمت الله من فرنسا تقول: أنا أريد الذهاب إلى بلدي وزوجي لا يريد، وأنا مقيمة معه من 30 سنة في فرنسا ولم أذهب إلى بلدي. يتقول: أنا أريد صلة الرحم، عمري 71 سنة، هل أذهب من دون محرم؟ يا أمت الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لزيارتك لأرحامك هذا لا شك بأنه طاعة وعبادة لله عز وجل، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بصلة الرحم، بل ربنا جل وعلا يقول: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. النبي عليه الصلاة والسلام حث على صلة الرحم، بل كان يدعو إلى ذلك، وكان يقول: أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام. ولذلك هذا حق مشروع لك، وثلاثين سنة كثيرة جدا أن تمكثينها في بلد غير بلدك وأنت لك الرغبة، فعلى زوجك أن يتق الله وأن لا يمنعك من ذلك، إلا إذا خاف عليك أو خشي عليك أو يرى بأنك إذا ذهبت ممكن تحصل مشاكل تحصل أمور ممكن تقبلين منه. أما أن يمنعك هكذا تعسفا وهكذا بأسلوب مزاجي ما يريدك تذهبين، لا، مخطئ. فإذا مثلا أبى وحاولي تقنعينه، أقنعيه، فإذا اقتنع الحمد لله، ما اقتنع ممكن لك أن تسافري، لكن اصطحبي محرما إذا استطعت، وإذا ما استطعت وأنت في هذا السن وأنت محتاجة إلى الذهاب لا بأس بذلك. عبد الله من تركيا يقول: بالنسبة لصلاة العيد إذا ما استطعت مثلا أصلي العيد لنوم مثلا أو لأي سبب، هل أستطيع أني أجمع أهلي في بيتي وأنتظرهم مثلا إلى وقت حتى يجتمعون وأصلي بهم؟ عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة العيد هذه من الصلوات المشهودة ومن شعائر أهل الإسلام الظاهرة، ولذلك يصلونها الناس في الصحراء أو في المصليات، ولا بأس بصلاتها في المساجد إن احتاجوا إلى ذلك، كما هو الحال الآن الموجود في غالب بلاد المسلمين. وبالنسبة لصلاة الإنسان في بيت صلاة العيد محل خلاف، فمن أهل العلم من يمنع ذلك ويقول هذه يعني يشهدها مع المسلمين، ومن أهل العلم من يرى ذلك ويستدلون بفعل بعض الصحابة كأنس أنه كان يجمع أهله، أظن أنس، إذا فاتته صلاة العيد. لكن عموما أخي الفاضل احرص على أنك تشهد صلاة العيد، وإذا فاتتك يعني هناك قول بأنه لا تقضى هذه الصلاة، لا يعني لا تقضى ولا تصلى في البيوت ولا تصلى، وهذا القول هو الذي يتفق مع مقصد الشريعة من مسألة صلاة العيد. لكن لو فعلت لا حرج، من دون خطبة ما تخطب بهم وإنما تصلي بهم صلاة العيد. عبد الله يسأل يقول: صلاة الجنازة عندنا ما يرفعون إلا في التكبيرة الأولى، ما يرفعون الأيدي إلا في التكبيرة الأولى. يقول: أنا مع أنني أعتقد سنية الرفع في التكبيرات الأربع، إلا أنني يقول لا أرفع، وذلك حتى لا أخالف الموجود، ماذا علي؟ عبد الله بارك الله فيك، أولا مسألة الرفع في تكبيرات الجنائز مسألة خلافية وليس فيها إجماع، ففي أولها نعم الرفع هذا محل اتفاق، لكن في التكبيرات الأخرى محل خلاف، وهناك من العلماء من لا يرى الرفع في بقية التكبيرات، هناك من يذهب إلى الرفع. وأنت قد أحسنت حينما يعني تركت الرفع لأنك في بلد لا يرفعون وتخشى الفتنة وتخشى مثلا قد يؤذونك، مثلا يقول هذا أتى ببدعة، العوام هؤلاء ما يعرفون لأنهم اعتادوا على هذا الشيء وألفوه وعاشوا عليه، فقد يقول هذا أتى لنا بدين جديد مثلا، والحمد لله ما دام أن ليس فيها إجماع أحسنت في هذا بارك الله فيك. لكن هذا ما يمنع التعليم والمناقشة وكذا إذا كان لديك حصيلة علمية حول هذه المسألة.
عبد الله من تركيا يقول أنا يعني في الركعة الثانية والثالثة والرابعة لما أقرأ الفاتحة أقرأها مباشرة ولا آتي بالبسملة، لأن استمعت إلى جواب لك بأن البسملة ليست من الفاتحة، ما حكم ذلك؟ عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لصلاتك صحيحة سواء تركت البسملة في الركعة الأولى أو في بقية الركعات، لماذا؟ على ما ذكرت واستمع ويعني سمعت، فإن البسملة الراجح من أقوال أهل العلم أنها ليست آية من سورة الفاتحة ولا من بقية السور، وإنما هي آية مستقلة نزلت للفصل بين السور، هذا القول الراجح. يعني لما أقول الراجح إذن في هناك أقوال، لكن هذا القول الذي تدل عليه الأدلة، ومنها ما جاء عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى، هذا يسمى إيش؟ حديث قدسي. قال الله تعالى قسمت الصلاة، يعني الفاتحة، فاتحة من أسمائها الصلاة، كما أن السبع المثاني أم الكتاب وأم القرآن كذلك من أسمائها الصلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال الحمد لله رب العالمين ما ذكر البسملة فيجوز لك ذلك، بارك الله فيك. عبد الله من تركيا عاد ليسأل من جديد عن سؤال له سابق حول قول الله عز وجل على لسان مريم إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، فيقول طيب لو كان فاجرا كيف يكون؟ يا عبد الله بارك الله فيك، هذا مقام خوف، فمريم عليه السلام تفاجأت بهذا الرجل الذي هو جبريل أصلا، جاءها على حين غرة وغفلة وتفاجأت فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي، ولذلك يعني المعنى ظاهر، يعني إن كنت ممن تخاف الله عز وجل فاتركني. وحتى لو كان فاجر، يعني الآن دعني أقول لك مثلا أنت الآن في خلوة وفي مكان ثم رأيت يعني من يريد مثلا شخص غريب وخفت منه، ستقول مثل هذا الكلام، لا ما تقول يا فاجر أو تقول أعوذ بالله منك إن كنت فاجرا، هذا سيغريه عليك، يغريه في الهجوم عليك، لكن تقول يعني أعوذ بالرحمن منك إن كنت إنسان صالح تقي تخاف الله، هذا هو المعنى يا عبد الله بارك الله فيك. آية من الجزائر تقول يعني ما حكم الرجل الذي يدرس ابنته بمدرسة مختلطة مع أنه يقول أنا ما أدرسها يعني دراسة مختلطة، لأن البنت هي التي كسرت القاعدة وخرجت من البيت، الأصل أنها تقر في البيت. يا آية بارك الله فيك، بالنسبة لي هذا الرجل يعني واضح قد يكون يريد أن يحمي نفسه وأن يأتي بين يدي الله عز وجل وهو بريء، هو 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 كأنه يقول أنا لا أرى الاختلاط ولا يجوز لابنتي أن تدرس المختلط وأن يبقى ينبغي بل يجب عليها تبقى في البيت، لكن لما أصرت وذهبت إلى المكان المختلط المكان الدراسي أنا بريء، أنا لم أمرها بالاختلاط، إنما هي التي كسرت القاعدة وخرجت من البيت، هذا الذي فهمته من سؤالك يا أختي الفاضل. لكن هل هذا يعفيه أمام الله عز وجل؟ إذا كان يعني الولد أو البنت مثلا قد بلغوا وأمرهم ونهاهم وأرشدهم ووجههم، هم يتحملون هذا ويسألون عن يوم القيامة. أما إذا كان هو عنده قدرة ويعتقد حرمة هذا الشيء وأنه هذا لا يجوز وهذا هو الاختلاط، هذا النوع هو الاختلاط المحرم، هذا ما يعفيه من المسؤولية ولا يعفيه أمام الله سبحانه وتعالى. آية من الجزائر تقول رأيت فيديو من يشرح يقول ممكن تأتون بماء وتقرؤون فيه سورة الفاتحة وتعيدونها 20-30 مرة عند قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم بنية هداية شخص معين مثلا، تقول هل هذا العمل مشروع؟ أختي الفاضلة هذا لا أصل له وعمل غير مشروع، وهذا نوع من التجارب التي وللأسف الشديد كثرت هذه الأيام، وهي تصنف على أنها نوع من أنواع المحدثات والبدع والمخالفات، فما عرفنا هذا أبدا لا عند المتقدمين ولا عند المتأخرين ولا عند السلف ولا عند الخلف، ما فعلوا مثل هذا، ولذلك هذه التجارب للأسف بدأ الآن يعني يتجه إليها بعض الرقاة، وربما يكتسبون شعبية كبيرة من خلال يعني هذا النشر، لماذا؟ لأن خالفت المألوف وخالفت المعتاد والذي عليه الناس، ما يصلح يا أختي الفاضل. الإنسان الذي يعني يسعى الإنسان ويرغب في هداية يدعو له
مثل ما دعا الأنبياء لأولادهم ولزوجاتهم يدعو له. النبي عليه الصلاة والسلام يدعو، ما قال جيبوا لنا ماء نقرأ فيه علشان دوس تأتي مسلمة. لما جاء الطفيل بن عمرو قال يا رسول الله إن دوسا طغت وعتت فادعوا الله عليها، فرفع يديه قال الناس هلك الدوس، فقال اللهم اهدي دوسا، فأتت دوس وأسلمت. ما قال جيبوا لنا ماء. الصحابة رضي الله عنهم طمعوا في إسلام كثير من الناس، ما قالوا جيبوا ماء ويقرأوا، وعند سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم كرروها. هذا نوع من المحدثات والبدع والمخالفات، وأنا أخشى حقيقة أن يتطور هذا الأمر إلى أمور أعظم من هذا. ولذلك هذه ما تصلح يا بنتي آية، وحذروا الناس ونبهوا الناس، اقرأوا القرآن. بالنسبة لهداية الآخر ادعوا لهم بالهداية، ادعوا لهم اللهم اهدي فلان، اللهم أرشد فلان، اللهم أصلح فلان. هذه دعوات الأنبياء ودعوات الصالحين. بارك الله فيك. محمد بن أبو ظبي يقول يعني هناك أدعية مثلا مأثورة في تفريج الكروبات، يقول نحن الحمد لله في خير ونعمة وقد نسافر وشيء، يعني هل الإنسان يأتي بها؟ أخوي محمد بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للأدعية عندنا أدعية عامة وعندنا أدعية مقيدة. مثلا من جملة الأدعية المقيدة أدعية يعني الكرب، أدعية الكرب يعني بمعنى إذا وقع الإنسان في كرب فليدعو الله تعالى أن يخلصه من هذا الكرب. بمعنى يعني الآن إنسان مثلا يعيش في عافية وفي نعمة وفي رخاء وفي أمن، ها يقول اللهم خلصني من مما أنا فيه مثلا، هل يعتقد بأن هذا كرب؟ ما يناسب. يعني حتى الأدعية لابد الإنسان أنه يأتي بها بسياقاتها الصحيحة وبوقتها الصحيح. يعني مثلا هناك أدعية لمثلا الخروج من الكرب، تنفيس الكربة، ما يأتي الإنسان بها، ما يأتي بها الإنسان. يعني مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام دعوة ذي النون ما دعا بها مكروب إلا نجاه الله عز وجل، ما قال ما دعا بها إنسان مرتاح ومطمئن، لا مكروب. مثلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وبقية الأدعية. فلذلك يا أخي الفاضل يعني كان الإنسان في نعمة وعافية وقد عافاه الله من البلاء ومن الفتن، يكثر من حمد الله وشكره ويسأل الله تعالى استدامة النعمة وبقاء النعمة، وأن يعمل على وفق ما جاءت به الشريعة من المحافظة على هذه النعمة. ها؟ اللهم لك الحمد لك الشكر، لا أحصي ثناء عليك ولو حرصت، اللهم أدم هذه النعم، اللهم زدها يا رب وبارك فيها. مثلا إذا وقع في كربة نعم الله الله ربي لا أشرك به شيئا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذا خاف إنسان اللهم اكفنيه بما شئت، اللهم اكفنيه بما شئت مثلا. فالأدعية هذه تكون كل دعاء على ما يناسب الحال. محمد بن أبو ظبي يسأل عن الاستغفار، يقول إذا كنا في مكان عام مثلا في سوق أو كذا، وكيف نردد الاستغفار؟ يعني هل هناك حرج لو أننا استغفرنا مثلا في هذا المكان، أو لابد يكون هناك مكان هادي وكذا؟ محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لي الاستغفار عبادة عظيمة ومستقلة، وجاء هي شعار للأنبياء، ما من نبي إلا وجاء بالاستغفار. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يلازم الاستغفار، حتى إنه كان يعد عليه في المجلس الواحد 100 مرة، 100 مرة يستغفر الله عز وجل. ها؟ اللهم تب علي إنك أنت التواب الرحيم، كان يستغفر الله 100 مرة في المجلس الواحد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الاستغفار ليس له زمان ولا مكان ولا يشترط له شروط معينة مثلا كالطهارة أو ستر العورة أو يكون في مكان مثلا في هدوء، لا أبدا. بالعكس هذه فرصة لك أنت في الأسواق وفي المحلات وفي الأشياء التي فيها يعني ناس وكذا، بالعكس تلتزم الاستغفار أكثر من أي مكان آخر. وفي السوق وش المانع، أنت جالس في القهوة مثلا وتشرب القهوة، أستغفر الله وأتوب إليه، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المجالس، المجلس يجلس مع ناس يستغفر الله عز وجل فيتأكد هذا. أنت في الطيارة أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، في السيارة، في السوق مثلا، في الدوام، في صالة الانتظار سواء في مطار ولا في عيادة ولا في أي مكان، ها الإنسان يستثمر وقته في هذا الاستغفار. وهذا سبحان الله نجد أصل من جملة الأصول اللي كان الأنبياء يركزون عليها. خلاص
محمد سامحني باقي لك سؤال، والأخت أسماء من الأردن إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على ما تبقى من الأسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.